فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الرابح. اليوم احنا موجودين في مدينة نابلس، رح نتجول فيها ونتعرف على أهلها وناسها، وبطبيعة الحال معنا أسئلة عديدة وجوائز كثيرة مقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. فخليكم معنا لنشوف مين رح يكون الرابح لليوم. نتعرف عليك. علام حسون. اهلا وسهلا فيك. من نابلس؟ من نابلس. والله كانه عائله حسون كبيره. ايه صحيح، مر علي كثير حسون وانا لسه ماليش كثير وقت. مر كمان كيف جميع مدن الضفه. والله في بالخليل، في بتول كرم. من نفس العائله؟ لا طبعا متفرع، كبيره كبيره كثير. جميل، هينا تعرفنا على عائلات نابلس. شو بدك تحكي لنا عن نابلس هيك قبل ما نسالك وقبل ما ندردش في المسابقه؟ نابلس معروفه يعني دمشق الثانية، والناس طياب، والفقير بعيش، الغني بعيش، بتختلف عن مدن الضفة اختلاف غير عن يعني هي وضعها غير عن جميع المدن، يعني الفقير بعيش منيح والغني بعيش منيح، مش زي بقية المدن الثانية، وأسواقها حلوة وناسها يعني مكتظة، بتطلع عليها بتصوريها مثل القاهرة. عين عليك. أيوة. طب في ايش مشهورة نابلس يعني بعيدا عن الكنافة؟ بعيد عن الكنافة بصناعتها، فيها زراعة، يعني تميز اكثر شيء تجاريا. تجارة الاثاث، الصابون. طبعا طبعا، هاي راحت زمان، اليوم ما حدا اليوم حدا بيستخدم الصابون؟ لا 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 لا، حتى انتم يا اهل نابلس؟ نعم خلص تغير الجيل، تغير اليوم صاروا يشتغلوا روائح وعطور. ليش ما يحطوا روائح في صابونة الصابون النابلسية؟ والله مش كيميائي أنا، هاي كيميائي. طيب على كل حال، إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ آه طبعاً أعرف. شو أكتر نكهة بتشربها؟ الشعير. الشعير بدون أطعمة وبدون سكر؟ بدون. طيب على كل حال، إحنا رح نسألك سؤال، طبعاً في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نعطيك جهاز كهربائي، في حال أخطأت أحلى صندوق بافاريا. إحنا ونصيبنا. أنت ونصيبك، بكل الأحوال ما رح تخسر معنا. السؤال هو، تعرف يعني أنا باعتقادي أنه حتى الألعاب في المقاهي معروفة بنابلس، صح؟ يعني لعبة طاولة الزهر لازالت مستمرة، صح؟ بلعبها. تلعبها؟ معناها لازم تعرف هالسؤال، إلى أي تاريخ ترجع لعبة طاولة الزهر؟ عندك فكرة؟ أعطيك خيارات بس بدي اياك ما تتسرع ابدا بالاجابه، تمام؟ البولينج بعرف للفراعنه بترجع. اها، البولينج للفراعنه، بس الظاهر ما مرتش علي. طيب 2000 قبل الميلاد او 3000 قبل الميلاد او 6000 قبل الميلاد؟ 2000 قبل الميلاد. ليش 2000 قبل الميلاد؟ اعتمد اجابه نهائيه. طب ليش انت واثق من نفسك؟ لأنه 3 و6 أروح بالوسط. 3. تروح للوسط؟ 3. 3 ولا 2؟ 3. 3000 حكا ولا 2000؟ 3 قبل الميلاد. نعتمد هاي الإجابة؟ اعتمد. إجابة صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي، طبعا هو مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله ربنا بيرجع الحجاج سالمين لأهلهم، وفكر الأسرة أهم نقطة هاي. شو رأيك في هذا النوع من البرامج، برامج المسابقات والأسئلة؟ حلو، مجنن، حلو، بشجع الناس تنزل تتمشى تفكر، أهم شيء. آه بعطي دفع. آه طبعا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مع السلامة. تعرف عليكي؟ اسمي أسين مراد من نابلس. أهلا وسهلا. كيف شايفة أجواء نابلس اليوم؟ حلو حلو، يا مساء. أزمة. أزمة؟ مش دائما أزمة هون؟ بلا، أغلب الأوقات هيك بتكون أزمة، بس بتضل نابلس إلها رونقها وإلها جمالها. أي صف أنتي ولا خلصتي مدرسة؟ لا أنا طالعة تاسع. طالعة تاسع. كيف المدرسة معك؟ حلو. والدراسة شاطرة ولا كيف؟ لا مبلا شاطرة. يلا ممتاز. طيب
احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرفي البافاريا؟ البافاريا هي عبارة عن مشروب من ماء الشعير، طبعا بيتم اضافة نكهات طبيعية له زي التفاح، زي الرمان، زي الفراولة، زي الليمون، العديد من المذاقات الرائعة، فانا بنصحك انك تجربيها. بكل حال رح نسألك سؤال، في حال اجبتي على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال اخطأتي رح نعطيك صندوق بافاريا. تمام؟ ماشي. السؤال هو ماذا يسمى صوت القوس؟ رح اعطيك خيارات. القوس، قوس. الخيارات عزيز او حفيف او نشيب. شو هنا؟ عزيز او حفيف او نشيب. نشيب. نشيب القوس شوي، او حفيف القوس، او عزيز القوس. بدي تعتمدي لي إجابة. شوي. نشيب او حفيف او عزيز. نشيب القوس. نشيب الإجابة صحيحة، وربحتي معنا جهاز كهربائي، طبعا هو مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. إيش بتحبي تحكي لهم؟ شكرا أوليشا. ما بدك تجرب البافاريا؟ إن شاء الله بجرب. أنا حابة أعطيك صندوق بصراحة، حابة أنك تجربيها، وأنا متأكدة بعد التبريد راح تعجبك كثير. تمام؟ ألف مبروك ويعطيك العافية. نواصل وإياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من مدينة نابلس، ونتعرف أيضا على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. نشأت عبد الكريم بعرف. لو سهلا، من نابلس حضرتك؟ نابلس. كيف شايف الأجواء الأيام هاي؟ أجواء عادية، لا فيها شيء جديد، بالعكس فيها غلاء، فيها حياة لا تطاق لا تحتمل. طب احكي لنا هيك يعني كلمة تعريفية عن نابلس. شو بدي احكي لك، نابلس معروف من العصر القديم، نابلس جبل النار، نابلس كلها اهلها ثقه في بعضهم، محبه، ود، هيك شيء، ترابط اسري برضه في عندهم، يعني برضه منيح بالرغم من الانحلال الاسري بين العالم بين الناس، الا انه في بقيه عندها، في شويه يعني شوي ضايله عندكم شويه. طيب على كل حال احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ لا والله لا. البافاريا هي عبارة عن مشروب من ماء الشعير، طبعا بيتم، عرفت البافاريا اللي هلا ذكرته؟ لما ذكرتيني. تمام. طبعا في نكهات مختلفة زي التفاح، زي الرمان، زي الليمون، العديد من النكهات. فوائد ممتازة. صحيح صحيح. طيب رح نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نعطيك أو نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. تمام؟ جاهز؟ جاهز، تفضلي. كم ساعة يمكن أن يقضي الفيل يوميا في الأكل؟ في الأكل رح أعطيك خيارات، لا تتسرع بالإجابة. تمام؟ 12 ساعة أو 16 ساعة أو 25 ساعة. بعتقد 16. 16 ساعة؟ بعتقد نعتمدها كإجابة؟ لأنه الفيل باكل مرة كل جزء كل 48 ساعة، بيطول لا ياكل الوجبة الثانية. باكل بتأخر كثير. تأخر كثير؟ بس يعني ما بعرفش يعني 16 أو 12. 16 ساعة. هلا هو السؤال إنه كم ساعة يقضي الفيل يوميا بالأكل؟ يعني بضيع كل هذا الوقت من يومه بالأكل، لأنه بياكل كثير، بتعرف كمان يعني جسمه وكتلته كبيرة. هلا أنت جاوبت 16، بدك أعتمد؟ اعتمدي صح ولا غلط شو عملت. الإجابة صحيحة، 16 ساعة يمكن أن يقضي الفيل بالأكل يوميا، وهو طبعا وقت طويل جدا، ولكن الإجابة صحيحة، وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا جزيلا لهم أست، يلا يعطيهم العافية. الله يعافيك يا رب. نتعرف عليك. مهيوب حبيبي. أيوب. مهيوب حبيبي. مهيوب. شو اسم مهيوب من معنى؟ معنى الهيبة. خافوا منه؟ الهيبة. حلو والله.
شكله اسم قديم. لا قديم. ليش سموك مهيوب؟ والله والدي سمانا مهيوب، كانت اغنيه جديده طالعه ايامي لفريد الاطرش. شو بيقول فيها؟ انا يا مهيوب. الله عليك. صار انا شامل نصيبي. انت خلفت الاغنيه 100%. ايوه. طيب رح اسالك سؤال، في حال اجبت عليه اجابه صحيحه بدنا نربحك جهاز كهربائي، في حال اخطات رح نعطيك صندوق بافاريا. بس بالبدايه خليني اعرفك علينا، احنا برنامج الرابح من شبكه بلدنا الاعلاميه وشركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرف البافاريا؟ اه طبعا. كيف انت وياها؟ منيح الحمد لله. شو اكثر نكهه؟ النعناع. هاي مش النعناع، تفاح. التفاح خضرا. الخضرا. انت شكله مع النعناع اللي حواليك دخلت المعلومات في بعض. من اخوي انا مش لي يعني. دخلت المعلومات من الخضره الموجوده. والله شكلها بفتح النفس على كل حال. سهله. الله يسعدك يا رب. رح اسالك سؤال، في حال اجبت على اجابه صحيحه رح نربحك صندوق جهاز كهربائي، في حال اخطات رح نعطيك صندوق بافاريا. تمام؟ تفضل. اول دوله حكمتها امراه كرئيسه للجمهوريه في العالم، رح اعطيك الخيارات. اعطيني. تمام؟ فرنسا او ايسلندا او بريطانيا. 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 لا لا. نهائي؟ لا لا. عدل السؤال بالله. أول دولة حكمتها امرأة كرئيسة للجمهورية. بريطانيا. 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 ليش طيب بريطانيا؟ خلاص اعتمد إنه بريطانيا، ولكن إجابتك غير صحيحة لأنه. نمسا. نمسا. لأنه ليش؟ ليش؟ لأنه بريطانيا هي مملكة. مملكة. مش 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 مش. والله إنك خربت هنا. عيد عيد السؤال. تعطيك سؤال ثاني. تفضل. من أول من استخدم بصمات الإصبع للتعرف على المجرمين؟ رح أعطيك خيارات. تمام؟ الصينيون أو الألمان أو الأمريكان. أول من استخدم بصمات الإصبع للتعرف على المجرمين. الصين والألمان والأمريكان. الأمريكان. فكر لحالك عشان ما تقوليش حكولي وما حكوليش. تعال ابو تعال ما تجاوب، خليه يجاوب لحاله. انا بعرف الاجابه. اول ما اختدم بصمه الاصبع الامريكيين ولا الالمان ولا الصينيين؟ يلا اعطيني جواب. امريكيين. مع الاسف الاجابه غير صحيحه، ولكن ربحت معنا صندوق بافاريا. شكرا لك ويعطيك العافيه. الالمان. نتعرف عليك. عكرمك البونة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء نابلس اليوم؟ تجنن ما شاء الله عنها نابلس، دمشق الصغرى. نعم صحيح، شايفة حركة مرورية كبيرة، يعني حتى أزمات مواطنين موجودين بكثافة. أجواء هاي كل عام هيك أجواء عيد يعني. طيب شو الناس بتشكي من الأسعار؟ الأسعار ما هو بدها رقابة. الأسعار بدك نحكي على الأسعار؟ في ناس رفعت الاسعار لحالها لبالها، في كثير منتجات ما ارتفعتش ورفعوها، حتى سندويش الشاورما رفعوه صغروه. قديش سندويش الشاورما الايام هاي؟ 15 شيكل. قديش كان؟ كان 13 شيكل. شكله الشاورما كله غلي 3 شيكل، هم غلوا السندويش 3 شيكل وصغروه. صغروه. يا ويلي ويلا. اه والله يا ويلا. طيب رح نسألك سؤال، طبعا احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، كيف أنت والبافاريا؟ كل يوم بشتري بافاريا عرمان يوم يوم. إدمان يعني؟ إدمان. شو رأيك فيه كمشروب؟ كتير زاكي ويعني مشجع، وبشجع الكل يشرب منه. يا عين عليك. طيب رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة بدنا نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. بكل الحالتين مش رح نزعلك. واسم كم الرابح يعني. 100% اسمنا الرابح. السؤال هو، من أول من نظم رحلات للصيد؟ رح أعطيك الخيارات لا تتسرع بالإجابة. الأسيويين أو الأوروبيين أو الأفارقة؟ أنا بعرف الأفارقة والله أعلم.
الأفارقة أول من نظموا رحلات صيد، ليش طيب؟ كانوا يستعملوا الرمح والسهم وهاي الأشياء القديمة. شو رأيكم بإجابته؟ نعتمدها؟ نعتمد. إجابة صحيحة ودقيقة، وربحت معنا جهاز كهربائي طبعا مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ إن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من المشروبات الزاكية. عين عليك، ألف مبروك ويعطيك العافية. متواصلين وإياكم مشاهدينا لحلقتنا اليوم من برنامج الرابح في مدينة نابلس، ونتعرف أيضا على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه محمد الراز. أهلا من نابلس. من نابلس. إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة بدنا ربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت بدنا نعطيك صندوق بافاريا تفاح. طيب. العبوة الجديدة الكبيرة اللي هي عبوة اللتر، وتجربها ربحان يعني اسم برنامجنا الرابح. خلاص ممتاز. طيب. زعلش حدا. طيب معلوماتك الرياضية كيف؟ أي رياضية؟ رياضة ولا رياضة؟ رياضة. رياضة؟ مش كتير معناها ممتاز. من هي الدولة العربية التي تأهلت لكأس العالم؟ طبعا كأس العالم اللي راح يكون في نهاية هذا العام. قطر. تأهلت قطر؟ تأهلت لكأس الدولة العربية التي تأهلت لكأس العالم. راح أعطيك خيارات تمام؟ راح تلعب. هلا قطر ما هي الدولة المضيفة، فبطبيعة الحال بدها تكون 100%، بس بدي أعطيك خيارات وتختار لي من بينها. طيب يلا. بس أكيد مش راح يكون الخيار قطر. طيب. تونس أو الجزائر أو مصر؟ تونس. تونس ومين كمان تأهلوا لكأس العالم؟ المغرب. المغرب. تابع كأس العالم؟ هذا الكأس العالم عشان يصير في قطر طبعا بنتابعه أكيد. ما تابعتش القبل؟ ال 2018 صح؟ بال 2018 صحيح، بال 2018 طبعا تابعته. مين فاز فيه؟ ما هي اللي كنت متوقع اسال السؤال هذا عشان هيك بديش اجاوب. فرنسا. طيب على كل حال انت جاوبت اجابه صحيحه وربحت معنا جهاز كهربائي، طبعا هو مقدم من شركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. أعرف عليكي سهام حبطاب من قلقيلية. من قلقيلية اليوم جاية تشاركي بهذا السوق؟ نعم. شو بتعملي؟ احنا مجموعة من الستات بيشتغلوا هذا الأشغال اليدوية، كل واحد لها شغل واختصاص معين، وأنا بنوب عنهم في التسويق وحضور البازارات والمعارض في أي بلد بيكون موجود فيه. جميل. نعم. يعني هذا بنحكي عن شغل يدوي خالص، هاي أشياء شغل يدوي؟ في من هنا أشياء شغل يدوي، زي هيك شغل يدوي. هذا في عندك كمان مثلا زي هيك، هي معلقة لسيارة ترمز للثوب الفلسطيني والتراث، شغل يدوي كمان، هاي بتتعلق بالسيارة أو بالمكتب. في عندك مجموعة من الصوابين، كل صابونة إلها ريحة وإلها مفعول خاص للبشرة. مثلا في عندك هنا هاي صابونة الكزحة، تقشير البشرة وتعقيمها وترطيب البشرة. في عندك هنا ما هذه الاشياء، هذا طقم للبيبي للشوكولاتات وللضيافه وهيك على الضيافه. بس مش للبنات. للبنات بنعمل على الطلب، يعني احنا كان عاملين طقمين، طقم زهر وطقم ازرق. راح البنات. راح البنات لان البنات دائما اكثر. البنات اكثر. طيب خليني اعرفك فينا. احنا في البدايه برنامج الرابح من شبكه بلدنا الاعلاميه وشركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرفي البافاريا المشروب؟ نعم بعرفه. طيب رح نسألك سؤال، وفي حال أجبتي عليه إجابة صحيحة بدنا نربحك ساعة يد. تمام. تسلم، شكرا كثير لكم وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير. كيف معلوماتك العامة؟ منيحة. ماشي الحال. ماشي الحال. طيب رح أسألك سؤال ونشوف كيف معلوماتك، لأ أنت بتشتغلي بهاي الأشياء لازم تعرفي. ما هو أغلى الأحجار الكريمة؟ الماس. الماس لا، يعني بحسش أنه كثير. تعطيكي خيارات تمام؟ ماشي. الياقوت أو الألماس أو الزمرد؟
الياقوت. الياقوت لأنه يعتبر نادر صح؟ نعم. لذلك هو يعتبر من الأحجار الكريمة الثمينة. وربحتي معنا ساعة طبعاً هي مقدمة من شركة بافاريا، شو بتحبي تحكي لهم؟ نقول لهم شكراً كثير لكم، ويعني عم نشرب إحنا البافاريا لأنهم بنصحونا فيه للكلى، بنصحونا فيه مشان تنزيل الضغط كمان، وأنا مريضة ضغط وسكري فنصحونا فيه وبنشرب الصناديق بافاريا. عيني عليك، بونا دائما يعني. على كل حال شكرا لك ويعطيك العافية، ويعطيكم موفقين أيضا في هذا المعرض. كثير كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وهذا منا هدية لكم كرت. شكرا لك. هذا للثلاجة؟ لا، هو كروت معايدة تراثية عن مدينة نابلس والأعمال اليدوية اللي بيشتغلوا فيها. جميل، يعطيكم العافية وكل التوفيق. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. نتعرف عليك. جهاد الهندي، منسق معرض سوق العيد في نابلس. المعرض فيه كثير زوايا تراثية، دعم للنساء، وفي كمان صناعات يدوية مثل الكراسي، وفي صناعات تطريز، وفي معرض للصور أسواق فلسطينية من جميع محافظات الوطن. يعني هذا تم تنظيمه تحديدا لعيد الأضحى. صحيح. كيف إقبال الناس وحركتهم؟ إقبال الناس لسه، لأنه بداية النهار، إحنا بنعتبره إحنا أهل نابلس هنا كثريتهم بيطلعوا بعد العصر، والحمد لله زي ما شايفين. جميل، يعطيكم ألف عافية، وطبعا كل عام وأنتم بخير. إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ صحيح. ولو أنت وياها لازم كل يوم الصبح. هاي كل يوم الصبح؟ يعني خاص تفاح. طيب، على كل حال في عبوة جديدة اللي هي عبوة اللتر، شفتها؟ هلا رح نعرفك عليها. طبعا هي تتيح المشاركة مش زي العبوة الفردية. رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نربحك ساعة، ساعة يد. في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا من العبوة الجديدة، عبوة اللتر. تمام؟ كتير ربحاني. كيف معلوماتك العامة؟ منيحة نوعا ما. منيحة نوعا ما. طيب، هذا الطائر هي معلومة يعني البعض يقول أنها أسطورة والبعض يقول أنها حقيقة، ويعني في غالب الأمر في تحليل لهذا الموضوع، ولكن رح أسألك السؤال وإن شاء الله أنك تعرفه. تمام؟ طائر غالبا لا يموت، تمام، ولكن ينتحر إذا اشتد فيه المرض. ما هو هذا الطائر؟ صقر. صقر؟ صقر. أعطيك خيارات. طيب، عشان أنت تحصر إجاباتك بالخيارات. الإجابات هي النسر أو الغراب أو الصقر. صقر. ما حول. صقر لا يموت. بنتحر وفي فترة من الفترات بيكون بكسر المنخار تبعه، بكسره فترة من فتراته. هذا إذا يأس بالمرة. أيوة إذا يأس. مع الأسف الإجابة غير صحيحة، هو النسر الذي إذا اشتد فيه المرض. لكن يعني كثير من المواطنين هم بيخلطوا بين النسر والصقر، ولكن الإجابة صحيحة هو نسر. ولكن بكل الأحوال أنت لك صندوق بافاريا، طبعا هو مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. إيش بتحب تحكي لهم؟ كل عام وانت بخير، وكل عام الشعب الفلسطيني بخير، وبافاريا إن شاء الله يصيروا يسوون لنا منتجات وأطعمة أكثر. هاي عبوة اللتر بنحب انك تجربها، وان شاء الله كمان بتلاقي احسان واعجاب منك. شكرا لك ويعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا. نواصل وإياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من مدينة نابلس، وأيضا جولتنا في البلدة القديمة وأهم معلم من معالم مدينة نابلس هذا اليوم. في البداية أبو حمدي. نعم. احكي لي كيف الوضع اليوم؟ والله الوضع يعني لسه لسه سواء رايق لحد الآن. حد الآن؟ ما بس يقبضوا، زابضوا خلاص، بتبلش من بكرة. بتبلش من بكرة. خلاص بنبلش نعد. نبلش نعد. طيب كيف وضع الكنافة اليوم؟ لا، الكنافة وضعها بالصلاة على النبي، الحمد لله دائما ماشي. الحمد لله متوقفش. والسعر ثابت ولا زاد السعر؟ لا، السعر يعني تقريبا هو 32 الكيلو. 32 الكيلو النصوية 6 شيكل اللي هو 12.
هويتنا. بنحسب قهوة اللي هوية وقهوة النصوئية بيطلع أكثر من 32. أيوة أنا سمعت الفترة الأخيرة بيشكوا من ارتفاع كل شيء حتى الحلويات. ارتفاع كل شيء؟ لا الحلويات زي ما هي تقريبا عندنا. زي ما هي. زي ما هي. ظلت 6.5 و12 الكيلو. اللوئية 12. أما الكيلو 32. طيب أول شيء خلينا نعرفك فينا، إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ البافاريا هذا العصير هذا اللي بيشربوه هذا. ما الشعير بنضاف له نكهات طبيعية. هذا هو. جربته عمرك؟ والله مرة هيك شربت منه مشان ال حسوة. حسوة مشان ال نظف الكلى. أيوة نعم صحيح. هو مفيد جدا وإحنا بننصحك كمان إنك تجربه. على كل حال رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة بدنا نربحك ساعة يد قيمة، في حال أخطأت بدنا نعطيك صندوق بافاريا العبوة الجديدة. تمام؟ بدنا سؤال بنعرفه. ها سؤال بنعرفه. شو بتعرف بعيدا عن الكنافة؟ بعيدا عن الكنافة؟ مش عارف بس تسألي بقول لك. بس أسأل بتقول لي؟ طيب السؤال هو، ما هي أكثر دولة في العالم تحدث فيها الزلازل؟ الصين. الصين؟ اليابان. الصين واليابان. أعطيك الخيارات. تمام؟ الصين مش من ضمن الخيارات. اليابان أو تشيلي أو إيران. لا. تحدث فيها الزلازل. لا تشيلي الله أعلم. يا سلام عليك. وين جبت المعلومة؟ منك. مني؟ يعني من ضمن الخيارات قصدك. أكيد. طب ليش تشيلي؟ بتسمع كثير بصير فيها زلازل؟ امرار بكون حاطط على النت وعلى فبسمع بهاي الشغلات. اجابه صحيحه ودقيقه. معظم الناس بتفكر باليابان وبتفكر بالصين وبتفكر في اندونيسيا، ولكن اكثر دوله اكثر دوله بصير فيها زلازل هي تشيلي. يحدث فيها قرابه 1000 زلزال في العام، تخيل. فهو رقم كبير. اللهم عافينا طبعا. وهي هديتك طبعا من برنامج الرابح ومن شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ بنقول لهم كل عام وانتم بخير والله معاكم وسدد خطاكم وان شاء الله بنضل نشوفكم. والله بدنا نجرب البافاريا. بنجربها. وينها ما شفناها. اعطوني صندوق بافاريا يا قيس. واصلكم صندوق البافاريا. وين ما شفتوه. ها بتهم بالمصداقية. توزع على الشباب. لا هم مش مشربينك ابو حمدي. فتش انا لا ما شربونيش. احنا المصنع غير عن التقطيع. الله هذا ابنك؟ هذا وهذا. بقول لك احنا المصنع غير عن التقطيع، دبر حالك خلاص. بهمش ما راحتش برانية. ما راحتش برانية. لا لا لا. شكرا لك ويعطيك العافية وجهودك جبارة وانت بخير. شرفتونا. تعرف عليك؟ إمات خدومي. أهلا وسهلا. من نابلس؟ من نابلس، موظف متقاعد في المحكمة الشرعية. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا رب. كيف شايف أجواء نابلس اليوم؟ والله ما شاء الله تحركت، كانت من كم يوم يعني ميتة نابلس، ولكنها نابلس اللي بنعرفها في المناسبة. الحمد لله اليوم منيحة الحركة فيها. وجميلة. طيب الناس بتشكو من ارتفاع الأسعار. فعلا الاسعار مش الحكومه اللي نزلتها، مش راضي عليها. كل واحد مثلا على ناخذ نقطه على الخبز، في محلات بتبيعه ب4، في محلات بتبيعه ب4.5، في ب5. طب ليه هذا الشيء؟ ليه هذا ببيع الفران ب5 والثاني والسوبر ماركت الثاني ببيعوا ب4؟ في انا باخذه ب4 وامرار ب5. يعني هن اصحاب الفرانه هن اللي بيرفعوا في الاسعار، لأنه في فران بيبيعه ب4، مخبز كلبونا اللي شرع ب4 باخده منه، مخبز المخابز اللي هون 5. وصلت الصورة. طيب يعني هذا احنا بندعو طبعا دائما لا تشديد الرقابة على هذا المحل. سعر يا بلاش، مش كل واحد على خاطره. هو المفروض تم تحديد السعر، بس يبدو انه كل واحد برضه على خاطره. على كل حال احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. كيف انت والبافاريا؟ والله هي منيحة، يعني اللي بشكي من آلام منيحة إله بتعالج، واللي ما بشكي مش غلط برضو منيح. غلط لا بتأذي ولا إشي.
في نكهات اليوم زاكية زي التفاح زي الرمان زي الفراولة. والله التفاح ممتاز والرمان منيح، البفاري أنا بشرب منها أغلب إشي التفاح مرتاح عليه. طيب رح أسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة بدنا نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بفاريا تفاح من العبوة الجديدة اللي هي عبوة اللتر، تمام؟ إن شاء الله. حكيت لي قبل أو تحت الهواء أنه معلوماتك العامة قوية. الرياضة معلومة. الرياضة؟ معلومات. يلا نشوف، رح أسألك سؤالين عشان أختبر معلوماتك، تمام؟ أول سؤال، أين يقع ملعب أليز أرينا؟ أليز أرينا في خيارات؟ أعطيك خيارات؟ آه. ميونخ أو مدريد أو ليفربول؟ لا ميونخ. 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 الإجابة صح. أعطيك السؤال الثاني. لا ما بعرف، بعرف كبير قدم يا زلمة. طيب ما عشان تجاوب الأصح. مزبوط. صح. آه طبعاً بده يحدد إجابته وين. أعطيك ثلاثة بتختار الصح. طيب. لا بدي أحكي خليها تسجليها الداك. هذا يحيى العقاد بطل نابلس في القدم. هيا الله هيا الله. بالضفة. هيا الله. طيب السؤال اللي بعده، تمام؟ عشان أشوف بدي أختبر معلوماتك الرياضية. ما هو آخر نادي إنجليزي حصل على دوري أبطال أوروبا؟ العام آخر غلب ريال مدريد وغلب، وأنا بقول لك مين غلب، غلب تشيلسي. تشيلسي صح. أسألوا كمان سؤال؟ لا هيك تتحب إذا ما جاوب. طيب اسألي بشرفك، بس الجائزة إلك. اسمع الجائزة إلك إلك، وانت فزت وفزت، بس نختبر معلوماتك الرياضية، شو المشكلة؟ احكي عن ريال مدريد. يلا يلا. من أكثر نادي إيطالي حصل على لقب الدوري؟ الدوري ما هو معروف. والله كفو والله كفو. والله بدي اقول لك يوفنتوس. شو يا عين عليك، هلا ضعف يوفنتوس، هلا ضعف. طيب اعطيك كمان سؤال. بحياة النبي بقول لك ما جاوب. 100 ليره 100 ليره. اي بدي اخلص كل الاسئله الرياضيه معه، خلص ولا يهمك. السؤال هو بده يفحص معلوماته، في اي عام حدثت نطحه زيدان المشهوره؟ طبعا لما اخذوا كاس العالم، وخربها اكثر شيء لما نطح اللاعب ورماه على اي عام، ولا كان مهيئ ياخذ احسن لاعب بعام 98. لا 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 مش 98. هاتي خيارات بقول لك اياه طوالي، بالله عليك ما تجاوب. احكي استنى استنى احكي. 2006 او 2006. طيب معلوماته منيحه مش بطاله، وانت ما شاء الله عليك. بس ايضا في كاس العالم حدثت مخالفه كبيره، والاعلام العالمي الاعلام مارادونا اللي جاب الهدف في ايده. لا لا، في لاعب من الدفاع منع دخول كره كانت هدف محقق في المرمى، طبعا هو طرد من المباراة، ولكن هذه اللعبة كانت شو تذكرها؟ عض اللاعب سواريز. سواريز هلا بالضرب ما مش مختلفين. لك عض اللاعب. صد البلنتي بعديها الحارس صد البلنتي. أي مباراة؟ مباراة نصف النهائي، لا ربع النهائي بس. أوروغواي وإيه؟ استني أتذكر بعد. تذكرين كدش الإعلام الإسرائيلي حتى سموها يد الشيطان، لأنه منع هدف محقق وسمح لي فريقه بأن يتأهل. لا على كل حال أنت اسألني. هذا الريال مدريد كم مرة أخذت أبطال أوروبا؟ 14 وهي ال 15. 15 قبل عدة أيام. وهلا راح تاخذ كاس انديه. شكلك بتشجع ريال مدريد. ريال. اسحبوا لي الجائزه فورا. برشلونيه حولي خلص حولي. بدي صندوق بافاريا. اذا برشلونيه حولي خلص حولي السنه. برشلونه عم لا تلعب اعطينا انين كوله. سالتيني اربع اسئله لازم تعطيني. خلص روح والله يكلف عليك. بيستاهل والله بيستاهل. بيستاهل انين هي خلص معنا. شكرا يا عم يعطيك العافيه. لهون
مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج الرابح. شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة، وما تنسوا تشوفونا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.